طيب خلينا نتكلم بقى على الاكسسوارز شويه. اه بالظبط، الاكسسوارز بتاعتنا كل ما بنخليها حاجه رقيقه ومايله للناتشورال من الاكسسوارز بتبقى اشيك بكتير. يعني مثلا زي الدريس بتاعنا مثلا الدريس يليق عليه السيلفر بنخلي بنطعمه بسيلفر. أيوة. الدريس يليق عليه شكل الجولد بنطعمه بجولد، حتى لو هو اكسسوارز مش ريل. يعني اكسسوارز نفسه يا اما عنا يا اما جولد يا اما سيلفر او الدايموند. طبعا الاكسسوارز الدايموند هيدي شياكه جامده جدا. ليفل ثاني الدايموند. اه نبعد عن الاكسسوارز الفيك اللي هي مثلا سي لونها فوشيا لونها احمر مش بتليق خالص على الدريس السواري. قصدك اللي يكون شكلها فيك، شكلها اللي هي شكلها اللي هي شكلها فيك فيك. انما سي مثلا الساعه بتاعتنا الساعه جولد، يبقى هنلبس الاكسسوارز بتاعنا بالظبط نفس اللون والحلق نفس اللون. لو السلسله بتاعتنا كبيره هنخلي الحلق صغير والعكس صحيح. وفي حاجات ممكن ما نلبسي عليها اصلا اكسسوارز لو الفستان بتاعنا فيه شغل كتير قوي. بالظبط كله ستراس، مش هينفع من فوق نلبس السلسله بتاعتنا كده. طيب انا شايفه ان جايبه بقى بيس كمان، خلينا نشوفه. اوكي انا جايبه بيس مختلفه كتير، اكترها في منها يناسب بالليل وفي منها كمان يناسب الصبح. يعني اول واحد معانا الكشمير. الكشمير يناسب بالليل اكتر. طبعا بالليل تقدري تلبسي اكستنشن زي ما انت عايزه، حتى لو اطول من كده كمان مفيش مشكله. الاستراس بيناسب اكتر اللي هم اهل العروسه او المقربين منها او اصحابها القريبين، وخصوصا دي اكستنشن. فانا بقى مش هروح وانا اصلا العريس نفسه ما يعرفنيش او العروسه ما تعرفنيش واروح اعمل كده. بالظبط ده بيكون اشيك بكتير وبتخلي شكلها جميل ان هي من اهل العروسه ولابسه استراس كتير. الشكل الكشمير ده طبعا الدريس دي جايباها من اتيلي. هو ده ممكن بس ترفع، هو ده ميرميد دريس ضيق. اوكي هو ضيق. طب الميرميد ده بقى ينفع مع اي بادي شيب؟ لا بادي شيب لازم نختار قبلها، لازم يعني البادي شيب ده الجسم ده ما ينفعش فيه خالص الكرش الكبير مع الاستراس، هيدي شكل مش حلو خالص. والساتان كمان بيبين اعتقد الدفو. وطبعا لو في حاجه فيها استراس زائد نقوشات ناحيه. طب ولو لبست كورسيه بيداري شويه. فاحنا لازم نعمل بروفا على الحاجات دي. طبعا لو الشكل بتاعنا الجسم البنت نحيف من فوق، احنا هنحاول مثلا نخلي الشكل من هنا كرانيش من ناحيه الكتاف او اوف شولدر، بيدي شكل تناسقي اكتر. يعني اشتغل على الستربس نفسها. بالظبط كده. لو البنت نحيفه جدا من تحت، في اوبليت بيتحط من الجناب من هنا ومن هنا بيدي شكل شيك جدا. بنضحك على الناس كده، حرام حرام يا جماعه. احنا هو يوم هو يوم ولازم نتحول فيه. طبعا زائد تسريحه الشعر زائد الميك اب، يعني الستايل ده عايز هو الاوبليت ده شورتس بلبسها يعني بيبقى هي فيها بتبقى موجوده برضو بيبقى في منها منها في الدريس احنا عملنا كل حاجه فيها، بتبقى حلوه جدا وبتدي شيب شكله حلو قوي. طبعا الدريس ده يليق اكتر على الرفيعين برضو لان هو نازل ولا منه ضيق ولا منه واسع، نازل مظبوط فهيدي شكل جميل جدا. والاكستنشن ده هيدي النفشه بتاعتنا هيبقى في منتهى الشياكه. ده بيناسب بالليل. وتحطي عليه اكسسوارز ايه بقى؟ ده الاكسسوارز بتاعته فضي. الاكسسوارز بتاعته فضي وتسريحه الشعر تقدري تعملي اللي انت عايزاه، سواء معمول عادي ويفي او تسريحه لورا عادي خالص تاخدي راحتك فيه. واللي وراه برضو تسريحه الشعر نفس الكلام، ده يناسب الصبح او بالليل. وده الجلافز اللي انا قلت عليه. ده بقى فظيع جدا بالنسبه للصدر بتاعهم نحيف لان في شكل من منطقه الصدر. وفي كابس كمان. بالظبط كده، في كاب ومنطقه الصدر فيها شكل. وكمان في ناس بيحبوا يطعموا المنطقه دي بالفرير. بتبقى حلوه قوي برضو مع الشال. الدريس ده يناسب تقريبا اكتر الاجسام بس بالذات المتوسطه او الرفيعه. ده يناسب الصبح او بالليل برضو. طب لو واحده مليانه شويه تعمل ايه بقى لو عندها الدريس ده؟ لو البنوته مليانه وهي مثلا طويله شويه، نحاول نكسر الحز بتاع منطقه البطن دي، نحاول نخلي اللي هو بيبقى زي ما قلتي كده، يعني يعتبر شبه المرميت شويه بس ايه بيبدا مثلا من هنا وينزل على واسع شويه. هيخلي منطقه الكرش هنا ما تبقاش باينه. والكرسي بتاعنا طبعا نظبطه. وفي كمان اللي هو الشكل اللي بيبقى زي السمكه ده برضو بيبقى شيك جدا. بيبقى بيدي شكل جميل. المنفوش ولو حد عنده بطن يلبس منفوش يفضل عشان ما يبقى البطن ما تبانش. هو ساعات بيليق على بنات وساعات لا. ساعات بشوف بنات مليانه والفستان اللي عليها المرفوش منفوش بيبقى شكله جميل. صح. وساعات بحس مش بيليق عليهم خالص، اللي الضيق عليهم بيبقى افضل من كده شويه. حسب الكات بتاعت الدريس وحسب برضو السن، يعني مش كل يعني مثلا انا بحس ان الكبار في السن شويه
لو لبسوا حاجات فيها ستراس كتير مش بيبقى متناسق اكتر، بحس بليزر عليهم بيبقى شكله جميل جدا، او سكيرت وبليزر وشميز برضو بيبقى حلو قوي عليهم بالنسبه للكبار. اوكي.